سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. تعالى عليه وصحبه وسلم. أيضا جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، أرسل تميم الخزاعي لتجديدها، ثم جددها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جددها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جددها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عبد الملك بن مروان، وهكذا صار ديدا الملوك وامراء المسلمين أن يجددوا هذه الأعلام كل ما احتاج ثلاث جديد. قبل 30 سنة تقريبا في عهد الملك فهد رحمه الله عليه شكلت لجنة أعلام حدود الحرم الشريف. من أهم خصائص مكة كلكم تعرفون أنها خصائص لأنها بلد الحرام. كلمة حرام ماذا تعني يا طلاب العلم؟